واحد من أبناء الأهلي المخلصين قوي، اللي لما قال أنا مستعد أخدم الأهلي لو هشتغل بواب على بوابته، ما كانش لا بيجامل ولا بينافق ولا كان عايز حاجة ولا يبالغ حتى. خالص. واحد من أبناء الأهلي المخلصين المخلصين كمان، كابتن طارق سليم عليه رحمة الله. هذه الأيام تمر ذكرى ميلاد ورحيل طارق سليم. شوفوا المفارقة العجيبة. كابتن الكابتن طارق سليم في 15 يوليو 1937. بس المفارقة إنه رحل عن دنيانا هذا الرمز الأهلاوي العظيم في 16 يوليو 2016، من سنتين. ألف رحمة ونور على روح واحد من أخلص وأرجل وأنقى وأجدع وأوفى أبناء النادي الأهلي يا باشمهندس.